تسوي؟ هذا هو أثار الدمار. والله لا يوفقك يا بشار الأسد، والله لا يوفقك، الله لا يوفقك، الله لا يوفقك. شو في فوق يا محمد؟ ليه؟ هذه منازل أحد المؤيدين، منزل الشبيح حسين محمد الأحمد يعمل لدى بشار الأسد في فرع أمن الدولي في حلب. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا هو أثر الدمار.